راح اكل لك مو حلوه. حيف يلا نايف تتحدى من؟ نايف يا نايف مركب ربيز. اسمع من ربيز اول شيء. والله لا يقلك يا ابو عبد الله. اتحدى من تبغى تحدى يا ابو؟ الله يطول. خلاص يلا الغوا السؤال عليه. الو حل الكاركين يلا تتحدى من؟ تحدى صلاح بن براد. يبي يخصمني. يلا تتحدى. صوت 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 على الحين. صوت اللي بيجيه الخصم على نفس الفريق اللي اختار. عادي عوافي يا خصم بيدا جبت شيء جديد هذا عارفينه من زمان. يلا والله ما يبغى عطوا الطواق يا شباب. تحدوا فريق جداد. يلا هاي طاقية يا رب خصم 500,000 14 والله ما تفوز. يلا هاي طاقية يا شباب اختر طاقية. عين فيني كذا ما فيها الا اختر اجل عليك يدك رجل طاقية 14 اختر طاقية رقم 14 الله لا يوفقك اخصم عليك فيها. طب حلوة 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 5000 ما جيت القيمة. لا عاد الا في شايفه عزوز عزوز من قصة فرح من قصة فرح يا الله يا ريجي شوف عمر هذا والله كل ما لا لا عادي مثل على عمري شوف شوف ثالث باش اصبر على الجعيدي ناجح صوت 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 يلا نزع الشاشة كب كب التهل يلا توك على الله روح خلاص يلا شباب بدينا خلاص اوكي الثاني مخش مشخ قطع جرح حك جرح جرح طيب لولا خبز طاح كيف التراب انقلب حلو جرح الوقت سكين قطع جرحني الأولى الأولى الثانية جرح عشر ثواني زاد قلت طب الجرح طب جرحي وقلبي وحياتي آخر وقت خالدياك أربعة قلبي طب الجروح ثلاثة اثنين واحد لا تتكلم لا تتكلم خلاص يا أخوي سهلة اقلب الجرح انتهى الوقت أنتوا تحدوكم صح؟ يلا تعال شاعر وراحت عليك يلا من فيك ما قد قل حط كذا قطع يدي أوه. يلا بدا الوقت شوفوا عمر هدال يا رجال ثلاث كلمات اربع كلمات الثانية جر و و من على على من على على أول ثلاث كلمة جرح 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 كذا نطق جرح يعني على جرح ال اخر خمس ثواني على الجرح جرح لبكا وشكا لولا لولا قاعد يبكي جبتها على الجرح على انتهى الوقت خلاص حط حط على الجرح هذا مو مثل عندهم كذا على كم كسر على ذي كم كسر من يلا عطونا القيمة جرح يا ضرا ينحط على الجرح 5000 5000 تخصم على فريق البيرق و2500 ريال نصف قيمة تروح إلى فريق اجداد لا 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 يلا 2 1 اصبر يا بابا 3 ادري يا بابا لا لا تعال تعال 3 2 1 يلا اقدر اختار وانا جالس لا هو خصم ما تقدر خله فلاح اختار من طيب شوف اقتلك بنفس السهم اللي رفعته علينا يا نايف الرفيدي على نايف الرفيدي التحدي على نايف الرفيدي اخر راسكم طيب يلا جحفلناهم خلونا نشوف اليوم لغير الخصم